كل شيء احنا متفقين داخل الأغلبية بأن البرامج هي الكبيرة هي أولا برامج ديال صاحب جلالة، ولكن البرامج ديال صاحب جلالة خاص اللي نزلها للتيران، وهذا اللي نزلها للتيران هو الحكومة، والحكومة فيها أغلبية وما كاينش الفرق بيناتهم. وهما السادة السيدات والسادة الوزراء حاضرين ويقولوا لكم واش كاين شي نهار شي تعامل يعني او حتى معكم نتوما يعني الـ الاغلبيه البرلمانيين والممثلين ديال الامه، واش كاين شي فرق؟ بالنسبه ليا انا كنشوف فريق واحد، كنشوف فريق واحد، وكنقولها للوزراء اللي هما حاضرين وكنعاون نقولها بان خصكم تشوفوا يعني الفوق كلها فريق واحد، لانه على فا الى انتصرنا يعني الانتصار ديالنا هو ان ننزلوا البرامج، ماشي احنا ما عندناش انتصار على الخصم، هو انتصار على الفقر، انتصار على الهشاشه، نهبطوا البرامج. الى انتصرنا انتصرنا كلنا، ماشي انا، ماشي سي نزار، ماشي سي وهبي، ماشي كلنا سي هاد لي فور. وهذا الشيء احنا عشنا واحد العدد ديال التجارب في الاغلبيات اللي فاتوا، راه صعيب باش تلقى هذا المستوى ديال الانسجام يعني داخل 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 الحكومه وداخل الاغلبيه.